Hello everybody, أنا دع ديبو، بدرس لغة إنجليزية، بعطي المنهاج السوري. اليوم لدينا الصف الثاني ولدينا أيضا الدرس الأول من الصف الثاني. لدينا هنا يونت 1 أو الدرس الأول أو الوحدة الأولى كما تريدون أن تطلقوا عليها. Part 1 أو الجزء الأول لدينا listen and read. listen and read أي استمع واقرأ. listen استمع، read اقرأ. الدرس الأول كما ترون إنما هي وقفة تعارف بين معلمة الصف وطلابها، وهم طلاب بنفس أعماركم يا صف الثاني. الآنسة أو المعلمة مس نادية تعرف عن نفسها مبتدئة الكلام بإلقاء التحية وتقول Hello, I'm Miss Nadia. مرحبا أنا الآنسة نادية. أما وليد والذي يقف على يسار الصورة وأنا أقرأ هنا من اليسار إلى اليمين Hello, I'm وليد. Hi, I'm زينة. Hello, I'm سلمى. And my name's Hassan. وأنا اسمي سان.